القبض على نائب العفاريت علاء حسنين لتزعمه عصابة للتنقيب عن الآثار. ضبط 201 قطعة أثرية فرعونية ويونانية، بينهم 36 تمثالا وثلاث ألواح خشبية لتابوت والعثور على 4 حفرات بمصر القديمة. لو أول مرة تشوفونا ما تنسوش تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم جديد الإشعارات، وتدوا فيديو لايك وشير عشان يوصل لأكبر عدد من المهتمين. نبدأ بالتفاصيل. ألقت وزارة الداخلية القبض على تشكيل عصابي تخصص في التنقيب عن الآثار يتزعمه النائب السابق علاء حسنين الشهير بنائب الجن والعفاريت، لتزعمه التشكيل العصابي للبحث والتنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وإحالتهم إلى جهات التحقيق. تفاصيل الواقعة بدأت مع تلقي الأجهزة الأمنية معلومات بقيام تشكيل عصابي بالتنقيب عن الآثار والإتجار بها وتهريبها للخارج. تم تشكيل فريق بحث من الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وتوصلت قيام أحد الأشخاص سبق اتهامه في 4 قضايا. يتزعم تشكيل عصابي بالتنقيب عن الآثار في مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية وتجميع الآثار حصيلة جرائمه والإتجار بها. وعلى الفور تم إعداد عدة مأموريات أسفرت عن ضبطه ومعه التشكيل العصابي، وتم ضبط بحوزتهم 201 قطعة أثرية وشملت 3 ألواح خشبية لتابوت منقوش بالهيروغليفية و36 تمثالا أوشبتي نصف وتمثال خشبي على هيئة أزورية. كما تم ضبط تمثال أوشبتي من المرمر و2 تمثال من البرونز، أحدهما مكسور الرأس ورأس تمثال صغير الحجم من البرونز. كما تم ضبط تمثال حجري منقسم لجزئين ورأس تمثال لمهرج يرجع أن يعود للعصر اليوناني، ورجل تمثال من الحجر ورأس تمثال من الفخار، و52 عملة مختلفة من البرونز برجع أن تعود للعصور اليونانية والرومانية، وقنبلة نفط فخار يرجع أن تعود للعصر الإسلامي، و3 إبر جراحية يعود للعصر الإسلامي. نجح رجال الأمن من ضبط عقود بها مجموعة من التماثيل تمثل آلهة مختلفة ومجموعة أخرى من التماثيل، و3 قطع حجرية مدون عليها نقوش فرعونية و2 طبق بازلت أسود اللون، أحدهم على شكل سمكة والثاني على شكل أوزتين، و4 فازات مختلفة الأحجام وأيماء من الألباستر، و24 نموذجا لأواني مختلفة الأشكال والأحجار، و3 أواني من المرمر، وتمثال جنائزي حجم صغير الشكل. كما تم ضبط بحوزة أفراد التشكيل العصابي أدوات الحفر المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب، وتبين من المعاينة وجود 4 حفرات بمنطقة مصر القديمة بعمق كبير والتي تم البحث والتنقيب خلالها عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة. في النهاية ما تنسوش تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.